انضم إلينا من مراكش مراسلنا عزيز فتحي. عزيز، نتابع معك مسار هذا المنتدى. مسار المنتدى تميز بالكلمة القوية لوزير خارجية روسيا الفيدرالية سيرجي لافروف، الذي وجه هجوما لاذعا في اتجاه الولايات المتحدة الأمريكية، مشبها ما يقع بدورها داخل منطقة الشرق الأوسط بما يقع في الحرب الأوكرانية، وواصفا دورها بأنه مساهمة في إشعال فتيل الحرب والنار في منطقة الشرق الأوسط وفي أوكرانيا حسب تعبيره. الموقف الروسي من القضية الفلسطينية يكاد يتماهى مع الموقف العربي من خلال كلمتي وزير خارجية المغرب ناصر بوريطة وكلمة سيرجي لافروف. هنالك تأكيد على ضرورة وقف إطلاق النار بشكل فوري في قطاع غزة، وعلى إيصال المساعدات الإنسانية بشكل انسيابي ومستدام لدواعي إنسانية. وهنالك اتفاق على أن مجلس الأمن تم عرقلة عمله من خلال الفيتو الأمريكي. هنالك توافق حول هذا الشأن بين المغرب وبين روسيا وبين عدد من الدول العربية. من وما كان ميز كذلك هذا المنتدى هو اللقاءات الثنائية التي أكد فيها وزير خارجية فلسطين بأن مجلس الأمن تم اختطافه وعرقلته حسب تعبيره من طرف الولايات المتحدة الأمريكية، في إشارة إلى الفيتو الأمريكي الذي عرقل أي قرار يمكن أن يساهم في إطلاق وقف النار في قطاع غزة. وقال بأن الخيارات المتاحة بالنسبة للدول العربية وبالنسبة لمن وصفهم بأحرار العالم هو التوجه إلى محكمة العدل الجنائية من أجل محاسبة إسرائيل على جرائم الحرب. بالإضافة إلى ملف الفلسطيني الذي خيم على فعاليات الكلمات الافتتاحية لمنتدى التعاون الروسي العربي، يمكن أن نتحدث عن التعاون الاقتصادي الذي تطمح من خلاله روسيا إلى الرفع من التبادل التجاري بينها وبين الدول العربية، علما بأن الرقم وإن كان قد تطور في السنوات الأخيرة إلا أنه لا يتعدى حسب آخر الأرقام 22 مليار دولار، مع العلم أن الأرقام بين روسيا وتركيا مثلا تتعدى 35 مليار دولار وتفوق 200 مليار دولار مع الصين. هنالك طموح لرفع معدل التبادل التجاري ورفع الاستثمارات وإلى الانتقال من الحوار السياسي الدبلوماسي التقليدي إلى حوار سياسي استراتيجي كما هو معمول بين روسيا وإفريقيا التي تربطها علاقات اقتصادية قوية معها، والتي تحاول روسيا العودة إليها بعد أن تراجع وجودها هنالك بسبب الحرب الباردة. ويمكن أن يشكل المغرب منطلقا وقاطرة لهذا الدور الذي تسعى روسيا إلى أن تلعبه، وتسعى إلى أن تخرج كذلك من حالة الحصار والتضييق الذي تمارسه عليه قوى الغرب، الولايات المتحدة الأمريكية والدول الغربية الأوروبية تحديدا. شكرا جزيلا لك من مراكش مراسلنا عزيز فتحي.